على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، وكتأكدي على أن خصها تكون مستقلة ماديا، لأن المرأة اللي بفلوسها تتضرب لها ألف حساب. المال حرية وسيلة ذهبية تخلص من الاستعباد والذل والقهر، هو الذي سيعزك عندما يدلك الشريك. السلام عليكم ورحمة الله. ملي كنبغيو نعرفوا مدى مصداقية واحد الخطاب، فلا بد من طرح بعض الأسئلة. من هو المخاطب؟ من هو المخاطب؟ ما خلفية المخاطب؟ ما مدى وعي المخاطب؟ أولا، المخاطب هو سناء كرود، ممثلة مغربية معروفة جدا كالناري على الهشيم، ولا تحتاج إلى تقديمها. شنو الإطار اللي جات فيه هذا الفيديو اللي كندير هذا؟ لأنني منذ مدة كيطلعوا لي بعض الفيديوهات ديالها، يعني واحد الخطاب دائما تسترسله في واحد التوجه معين، فهي الآن تستنكر الاستعباد المادي للمرأة، ويجب على المرأة أن تكون متحررة مستقلة عن أي رجل. هذا الخطاب موجه للمرأة المغربية. غتقول لي هذا الشيء شنو علاقته بالسياسة، وشنو علاقت كذا، وشنو علاقت كذا. فغادي نوقفوا هنا ونشوفوا هذا الشيء شنو علاقته بالسياسة. أولا، سناء عكرود هي ممثلة مغربية كانت بمجرد انتهاء الانتخابات التشريعية المغربية خرجت تبارك لحزب البام أو حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب والبزناسة ومال الحشيش، وعلى وجه الخصوص تبارك لعبد اللطيف وهبي. من هو عبد اللطيف وهبي؟ عبد اللطيف وهبي لا يختلف اثنان من المغاربة على أنه ديكتاتور عصره، لا في الرأي ولا في الكلمة ولا في محاولة تطبيق الآراء من خلال ما تعرضه له يعني مؤخرا العديد من النشطاء والصحفيين من عبد اللطيف وهبي من محاولات القمع. أيضا هو نعرف أنه مقرب جدا من العصابة ديال إسكوبار الصحراء أو من تجار المخدرات، فكل من فتح هذا الملف يقوم عبد اللطيف وهبي اللي هو وزير العدل باعتقاله، ناهيك على ما يروج له دائما من أن المثلية الجنسية أصبحت قوة ضاربة لا يمكن للدولة مواجهتها وتفرض أجندتها وكذا وكذا، والوطيلات بدون عقود زواج والعلاقات الرضائية، فهذا هو الهم دياله، يعني ما هو جنسي بين الجنسين أو من جنس واحد، وما هو يعني منع للكلمة الحرة، ما عندوش شي حاجة أخرى. فواحد الإنسان اللي هو رافض للاستعباد والعبودية كيف له أن يمجد واحد الإنسان قمة في الدكتاتورية ويحب استعباد البشر؟ فنحن ننظر دائما تلك الصورة الجميلة التي تترسخ في ذهننا على بعض الفنانين، سناء كرود، رمانة، وبرطال خنفيس، الرماد وكذا، من هنا كتقى تلك الصور الجميلة عالقة. فهذا يجلب استعطافا لدى الجماهير المغربية وللمتتبعين والمتفرجين. فلا تحسبن أن الناس المشاهير أو تلك الشهرة ديالهم والتأثير ديالها في الرأي العام المغربي ستترك سدى، بل هناك جهات ستحاول استغلالها. فلو لم يكن هناك واحد العلاقة اللي هي كما كنشوفوا بزاف الفنانين بعض الأحيان كيخرجوا بعض الخرجات فيها تمجيد لبعض السياسيين، ما كان فهموش علاقة اللي احنا ما عرفناش، ما الذي سيدفع واحد الفنانة ممثلة ما عندها علاقة بالسياسة أن تخرج لتمجد في واحد الحزب اللي معروف بفساده واتساخه بالمخدرات؟ يعني كنا كنفكروا بالعقل وباللوجيك، واحد الإنسانة اللي كنعتبروها فنانة ماشي من حقها أنها تلمع لنا الصورة ديال واحد الحزب ديال تجار المخدرات، ماشي من حقها أنها تلمع لنا الصورة ديال واحد الدكتاتور مرتبط بمافيا المخدرات، ويعني حتى متورط مع الدولة ويتم حمايته ويقوم بالزجي في السجون بالعديد من النشطاء والصحفيين. لكن ملي كيجي داك الشيء مع واحد الابتسامة، واحد الهدوء، واحد الصورة اللي تبدو في ظاهرها أنها جميلة، تمر مرور الكرام على المغاربة. باش نزيد نوضح لكم شنو هي استعمال الفنانين واستعمال
المشاهير في توجيه بعض الخطابات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. لو تتذكرون الواقعة ديال وفاة الشابة الإيرانية التي لم ترتدي الحجاب فدخلت مخفر الشرطة، كانت هناك واحد الحملة تضامنية واسعة من شكون، من الفنانات المغربيات المعروفات على الصعيد الوطني، نادو كيديروا فيديوهات كيقطعوا واحد الخصلة من الشعر ديالهم زعما رفضا للسياسة الإيرانية ضد المرأة وضد كذا وكذا، في حين أن هاد الفنانات المغربيات ما عمرنا ما شفناهم أنهم كيهضروا على التقصير الحقوقي داخل المغرب، في حين أننا عندنا في وقتها اللي خرجوا في ذاك الفيديو كانت عندنا واحد المعتقلة سياسية سميتها سعيدة العالمي، في حين أن الوقت اللي خرجوا فيه كانت عندنا واحد الأستاذة مغربية، مرأة مغربية تم اعتقالها، تم تعنيفها مع بزاف ديال الأستاذات أخرين، هي الوحيدة اللي خرجت كانت تتعرف، وتم تجريدها من ملابسها، عراوهم العيالات المغربيات الأستاذات داخل مخافر الشرطة وحلوا عليهم البيبان وخلاو أن المجرمين يطلعوا عليهم وهما في تلك الحالة. فالدافع ديال هاد الفنانات باش يخرجوا ويديروا واحد الموقف اللي كيبان الظاهر ديالو أنه تضامن وتعاطف، احنا كنعرفوا شنو هي العلاقة ديال المغرب وإيران، وبما أن الدولة ما عندهاش كي كنقولوا يعني باش تخرج في واحد الموقف اللي هو رسمي تستنكر وتندد وكذا، فهي تدفع ببعض الوجوه اللي تستعملهم يعني رود سكور في الوقيتة التي تحتاجهم لتوجيه بعض الخطابات أو من أجل الضغط فاش كتوقع واحد الواقعة حقوقية في بلد آخر. زعما حنا راه ما عندنا علاقة، بعض الفنانين يعبرون عن آرائهم، فكان الأولى بهؤلاء الفنانين أن يعبروا عن آرائهم أولا من خروقات تقع داخل المغرب. يعني أرادوا أن يرغمون على توقيع على محاضر اللي فيها اعترافات يعني منسوبة إلينا. بداية بدأت تفتيشنا وتجردنا من كافة الملابس ديالنا، يعني تجريد كلي من الملابس تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة اللي كان فيها التجويع، يعني لم يتم إمدادنا بحقوقنا الطبيعية اللي أهم الحق في التغذية لمدة يومين متتاليين. خليو دابا الجانب السياسي وعلاقة كرود بعبد اللطيف وهبي وخطابها السياسي وحزب الأصالة والمعاصرة، ونمشيو لسناء كرود الفنانة أو المؤثرة التي توجه خطابا للمغربيات على أنكم ما خصش ترضاو بالاستعباد ديال الزوج، الوحدة ما خصها تزوج حتى تكون حققات الاستقلالية المادية ديالها وتكون عندها يعني الفلوس ديالها وعمرات الكونت بونكر ديالها. فأنتي كإنسانة التي تدعي أنك حققتي هاته الأشياء، فأنتي توصينا أو توصي المغربيات بعدم يعني الخضوع للزوج على أساس أنه ناخده حنا ينتعطيه بحل الصورة ديال الكفيل، ولكن كي تحقق هذه الأشياء ولكي تحقق المرأة المغربية التي تدعوها أن تحقق هذه الأشياء، فما هي البدائل المقترحة بالنسبة لك؟ فإحنا نشوف المسار ديالك وكيف حققت استقلاليتك المادية. فمثلا في هذا الفيلم هذا الذي أكثر فيلم يعني شديتي فيه كاشي صحيح يعني والذي غير مسارك وأكثر فيلم أثار جدلا في الوطن العربي بأكمله. علاش؟ لأنه السينما المصرية بالرغم من أن الجرأة فيها شي شوية يعني قليلة، كاين هناك أفلام جريئة لكن قليل جدا وصعيب للفنانات المصريات يمثلوا مثل الدور الذي مثلته، لأن دائما كتنوض واحد الزوبعة بهذا الخصوص، أي وحدة خرجت على السطر تثير القلاقل، فكانت جرأة منك أن تقبلي هذا الدور. فهذا الدور الذي قابلته من قال لك المخرج تاع الراي ودخلي للناموسيه انت ومحمود حميده، وغد انا راه خديت غير صوره لان المشاهد هي اقل ما يقال عنها انها واقعه. منين قال لك المنتج والمخرج عندك دور وقريتي السيناريو انك غتعراي ودخلي للناموسيه فراش واحد انت ومحمود حميده واشنو غديري انت واشنو غيدير هو يعني، فكان هذا حبا في المهنه ولا حبا في الفن ولا حبا في الدور ام تنفيذا لاوامر المنتج والمخرج، واش هادشي حتى هو ما نعتبروهش واحد النوع من العبوديه يعني كي تهرب الفتاه المغربيه ولا بشكل عام من يعني الديكتاتوريه ديال الزوج ديالها، خصها تحقق الذات ديالها اولا عن طريق الديكتاتوريه ديال الباترون ديالها منتجا ام مخرجا ام مول مصنع،
خصوصا عندما تكون طلبات جنسية بهذا الشكل. احنا كنعرفوا ان العديد من الشركات والمعامل والمصانع المغربية، خصوصا المصانع المغربية، ما الذي يجري بداخلها؟ واسألي الناس اللي خدامين في تلك المصانع، هما يعطيوك الجواب. فهل هو هذا البديل الذي تصورينه؟ يعني انني كيكون دازم واحد المسار اللي هو معروف، ما فيهش واحد استقلالي، يعني ما راكي ما درتيش، لست بعالمه ضره، اخترعتي لنا شي اختراع، ولا كان واحد العمل اللي هو لا تشوبه شائبه وحققتي فيه ذاتك، ديك الساعه ما عندنا ما غنقولوا، ديك الساعه من حقك ان تتبني هذا الخطاب. لكن من كتكون الاستقلاليه الماديه ديالك حققتيها بهذه الطريقه هذه، فيصعب أن يكون بالنسبة لنا واحد الخطاب ديالك عنده مصداقية، لأن الاستقلالية المادية ديالك جاءت عن طريق واحد النوع آخر من العبودية اللي انت ما كتعترفيش به، وتدعين أنك مستقلة ماديا عن زوجك وعن عائلتك، وأن الكلمة ديالك من راسك، وأن بنادم خصو يكون open mind ويكون منفتح على العالم، وما كتلقاش ديك الحواجز وما كتلقاش كذا وكذا. فهل نقبل أن نسلم أجسادنا من أجل تحقيق الحرية المادية ونسميها حرية، أم هذاك هو واحد النوع من الاستعباد اللي كيعطينا يعني واحد الأموال، فيجب أن نقوم بواحد تضحية بالكرامة ديالنا؟ فهل هذا ما تدعي إليه المرأة المغربية، خصوصا يعني أنك أنت كمناضلة حاليا؟ بغينا نعرفوا يعني شنو هو الرأي ديالك في مثلا ما يقع مؤخرا داخل المغرب من انتشار الدعارة، ولينا كنشوفوا نساء من قلة حيلة الحيلة ديالهم، ولا كيقولوا أنا غادي نخرج للدعارة من أجل سد الرمق. فهذا النوع من الاستعباد الجنسي الذي أصبح منتشرا، مغربيات في الإمارات، في الخليج، في السعودية، في أندونيسيا، ولدينا العديد من الشواهد وانتشار الفساد. فهذا النوع من العبودية ألا يستحق نضالا منك ومن غيرك ورسائل توجه، أم هذاك الخطاب ديالك جاء صدفة يعني متماشيا أو متناسقا مع الخطاب ديال عبد اللطيف وهبي، أم هو امتداد للخطاب ديال حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار حاليا؟ Au Maroc, les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois par désespoir vers le tourisme sexuel, 30 euros la nuit. Ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze oui, oui. avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. نشرت الوكالة السياحية البلجيكية توريستيكمون جاي عبر موقع الإلكتروني إعلان عن تنظيم رحلة للشواذ جنسيا لمدينة مراكش. Comme une nécessité, Marrakech est la deuxième ville du pays en matière d'agression sexuelle sur enfants. هذاك الرجل دخل انه زبون وغيدخل تقضيه في يديه وغيدخل وغيدير علاقه جنسيه وغادي يخرج هو الاب جالس او الام جالسه، وكانه طبيعي جدا وكانه احد من العائله، دخل شرب اتاي وخرج. اي افيك مو سيل تو بلي ميرسي. ويلي 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 شد الاباكيسه. اي جو سوي سيليباتير.